السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم يا إخواني أخواتي الكرام، سوف نقوم بعمل مراجعة لجهاز رائع جدا والذي أعجبني على وجه الخصوص، وأتمنى أن يعجبكم أنتم كذلك. إذن إليكم جهاز جي سي روبوت اس 5 جيمبل ستابيلايزر، أي جهاز منع الاهتزاز. فكما يعلم الجميع، عند حمل آلة التصوير أو الهاتف باليد والقيام بتصوير مقطع فيديو، يكون هناك الكثير من الاهتزاز في الفيديو، خاصة عند المشي. ودور هذا الجهاز هو منع تلك الاهتزازات والحصول على تصوير ثابت، وأيضا جودة فيديو أفضل وأحسن من التصوير باليد مباشرة. إذا نبدأ على بركة الله في استئراد جهاز مانع الاهتزاز الذي بحوزتنا، وأيضا سوف نحاول شرح كيفية استخدامه. أولا، فيعني جهاز هذا الباكيج الذي بحوزتنا نجد بداخله يعني كتيب الاستعمال، وأيضا هذا الاكسسوار الذي يثبت على الجهاز ويحميه من السقوط، وأيضا كيبل لشحن الجهاز. هنا لدينا جهاز مانع الاهتزاز، والذي يأتي من الأمام بثلاثة أزرار، زر الباور وزر المود، ثم أيضا زر التحكم في اتجاه الجهاز للأعلى أو للأسفل أو إلى اليمين ثم إلى اليسار. من الجانب نجد منفذ الشحن ومنفذ اليو اس بي الذي يتيح لنا استعماله كشاحن للهاتف أو أي جهاز آخر يعمل بخمسة فولت. وهنا من الوراء نجد زر التقاط الصور، ثم على الجانب الأيمن نجد زر الزوم. من الأسفل نجد موضع وضع تريبود أو مكان لتثبيت الجهاز على الطاولة على سبيل المثال أو في أي مكان تريد. ثم أيضا هنا نجد شيء يشبه البورغي، حيث يتيح لنا يعني التبديل بين الوضع الرأسي وأيضا الوضع الأفقي على هذا الشكل. هنا الوضع الأفقي، وأيضا إذا أردت وضع الهاتف على شكل الوضع الرأسي فيمكن إدارته هكذا، ثم تقوم بشد هذا البرغي على هذا الشكل. بالنسبة إلي يفضل يعني الوضع يعني الأفقي، فهو أحسن وأفضل. سوف نقوم بشد هذا البرغي، وأيضا هنا تجد برغي آخر لموازنة الجهاز عند وضع الهاتف، يمكن فتحه هكذا تقوم بموازنة الجهاز، إما باستخراجه هكذا وإدخاله إلى الداخل، ثم نقوم بتثبيت بشد هذا البرغي. أيضا فهذا الجهاز الذي بحوزتنا اس 5 يأتي ببطارية قوية جدا، حجمها 4400 ملي أمبير، حيث تتيح لنا هذه البطارية استعمال يدوم لمدة 12 ساعة. في الاستعمال العادي بطبيعة الحال يعني في حالة ما لم تقم بشحن الهاتف من خلاله، حتى كما قلت سابقا فيمكن يعني شحن الهاتف من هذا المنفذ. نقوم بإعداد الجهاز للعمل. أول شيء سوف أقوم به هو
وضع التريبود. بالمناسبة هذا التريبود لا يأتي مع الجهاز كما شاهدتم في بداية الفيديو، فيعني قمت بشرائه منفصلا من موقع بانجود. بالنسبة لرابط التريبود سوف تجدونه أسفل الفيديو، وأيضا رابط المنتوج مانع الاهتزاز أيضا سوف تجدون رابطه أسفل الفيديو لمن أراد يعني اقتناء هذا الجهاز. فثمن الجهاز ليس مرتفع جدا، يعني في متناول الجميع، تقريبا 75 إلى 80 دولار. الآن سوف أقوم بوضع بتثبيت هذا التريبود على جهاز مانع الاهتزاز. بسم الله. إذا قمنا بتثبيت تريبود، إذا الجهاز ثبت الآن على الأرض جيدا. الخطوة الثانية التي سوف نقوم بها وهي تحميل التطبيق الذي سوف يشتغل مع الجهاز مانع الاهتزاز. نقوم بعمل سكان لهذا الكود بار الذي يأتي في كتيب الاستعمال. نضغط على أداء التطبيق. قم بالدخول إلى البراوزر لتحميل التطبيق. بالنسبة إلي قمت يعني بتحميل التطبيق مسبقا، فقط أريد الإشارة إلى الخطوات لشرح العملية. وأيضا قبل استعمال يعني الجهاز، يعني أنصح يعني بشحن الجهاز لمدة لا تقل عن 3 ساعات. إذا كما تلاحظون يعني وهذا هو جهاز جيمبل برو. كما تلاحظون لقد قمت بتثبيته مسبقا. سوف أقوم بوضع الهاتف على الجهاز على هذا الشكل. سوف أقوم يعني بوضع الهاتف في الوسط لموازنته مع الجهاز هكذا، ثم أقوم بدفعه حتى يصل إلى هذا المكان. يعني يجب أن يكون الهاتف في هذه القناة، أعرف إذا كانت تظهر لكم أو لا. سوف أقوم بدفعه إلى الأمام هكذا على هذا الشكل. هكذا كما قلت لكم، أفضل يعني وضع الهاتف على الوضع الأفقي فهو أحسن دائما في تصوير الفيديو. ثم نقوم بموازنة الجهاز. كما تلاحظ يعني فالجهاز غير موزون الآن. سوف أقوم بموازنته من هنا من هذا البرغ. سوف أقوم بفتحه قليلا ثم أقوم بإرجاع إلى الداخل قليلا. سوف أقوم بإخراجه قليلا بعد. تمت موازنة الجهاز. سوف نقوم بشد هذا البرغي. إذن سوف نقوم يعني بتشغيل الجهاز الآن من هنا. نضغط على زر الباور لمدة 3 ثواني تقريبا. إذن كما تلاحظون يعني تم تشغيل الجهاز. فأقوم بوضعه على الأرض هكذا. إذن هنا كما قلت لكم سابقا يعني هذا الزر لتحريك وتوجيه الجهاز. مثلا إلى الأعلى هكذا، أو إلى اليمين، إلى اليسار،
إلى الأسفل. يعني فالجهاز يعطينا يعني تصوير للفيديو احترافي. الآن سوف أقوم بإيصال الهاتف بالجهاز. نقوم بالدخول على التطبيق. ثم نقوم بتشغيل البلوتوث على الهاتف. سوف يحاول التطبيق يعني البحث عن الجهاز. طرح اسم الجهاز. إذا تم الاتصال يعني تم إيجاد الجهاز. نقوم بالضغط عليه لكي يقوم بالاتصال بالجهاز. إذا كما تلاحظون في هذه الأيقونة الزرقاء يعني تم الاتصال التطبيق بالجهاز. يعني الشيء الذي أعجبني في هذا التطبيق أنه يمكن يعني تتبع الأشياء من يعني هنا كما تلاحظون Object Tracking is Activated. وأيضا يمكن يعني تتبع الوجه. سوف نقوم بالضغط على هذا الأيقونة ثم نختار تتبع Tracking Face Activated. سوف يعني أقوم بوضع صورة أمام الكاميرا لكي نرى هل الجهاز يستجيب أم لا. إذا كما تلاحظون إخواني أخواتي الكرام يعني الجهاز يعني يعمل بسلاسة وأيضا يعطينا تصوير احترافي. فيعني انتقال الكاميرا من الأيمن إلى الأيسر بهذا الجهاز يعني يكون بطريقة احترافية. فليس كما يعني تقوم بتغيير اتجاه الكاميرا باليد. فاليد يعني تقوم يعني بإعطاء يعني فيديو سريع شيئا ما. يعني أما بالنسبة لهذا الجهاز فيعني يتحرك بطريقة سلسة. الآن سوف أقوم ب يعني تشغيل الكاميرا الأمامية. وأيضا سوف أقوم يعني بتفعيل خاصية تتبع الوجه. وأقوم بعمل ريكوردد. إذن الآن يعني خاصية تتبع الوجه يعني مفعلة في التطبيق. سوف يعني أحاول يعني التحرك إلى اليمين وإلى اليسار وإلى الأعلى سوف لكي نرى يعني استجابة التطبيق. كما قلت لكم سابقا فيعني التطبيق ما زال في بدايته. كما سوف تشاهدون عند دخولكم إلى بلاي ستور سوف تجدون يعني فقط يعني التطبيق حصل على 3 نجوم فقط. يعني ما زال يحتاج إلى تحديث حتى يعني يتماشى مع الجهاز بكل سلاسة. إذا سوف أتحرك إلى اليمين. كما تشاهدون إخواني أخواتي الكرام يعني فالجهاز يقوم بتتبع الوجه. سوف أقوم بالرجوع إلى اليسار. سوف أحاول الوقوف. كما قلت يعني فالتطبيق ما زال يعني في بدايته. يعني عند التحرك بسرعة فلا يستطيع يعني تتبع. إذا إخواني أخواتي الكرام إلى هنا أكون قد انتهيت من عمل مراجعة لهذا الجهاز. أتمنى أن أكون قد وفقت في الشرح وأن أكون قد أفدتكم ولو بشيء قليل. شكرا على المتابعة. لا تنسوا دعمنا بزر لايك 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 يا إخوان والاشتراك لمن كانت هذه أول مشاهدة له على القناة. شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.